وأخيرا وصلنا إلى منطقة الهاند علشان ندرس السكيلتون بتاعها. ففي مقدمة صغيرة عن البارتس اوف ذا هاند هنقول فيها إن الهاند زي ما احنا شايفين بتتكون من 3 أجزاء. الجزء البروكسيمال القريب ده بيشارك في تكوين منطقة الريست اللي هي منطقة الرزق. الجزء الثاني من الهاند اللي هو راحة اليد بيسموه البالم. الجزء الثالث بيسموه منطقة الفينجرز. يبقى أنا عندي هنا الهاند فيها 3 مستويات. المستوى الأول مشارك في تكوين الريست، المستوى الثاني يشارك في تكوين راحة اليد اللي هي البالم، المستوى الثالث اللي هو بيكون الأصابع أو الفينجرز. يبقى المنطقة دي ريست، بالم، فينجرز. تعالوا نشوف التركيب بتاعها. السكيلتون بتاع الهند يعني عظام الهند مترتب في 3 مستويات علشان تناظر أجزاء السوفت تيشوز أوف ذا هند. فنجد المستوى الأول اسمه كارباس. مستوى الكارباس دي عبارة عن عظام منطقة من الريست، منطقة من الهند بتشارك في تكوين الريست. دي عبارة عن 8 عظمات من نوعية الشورت بون، يعني كيوبيكال ان شيب. انما انا هنا راسمها بصورة رمزية، عاملها اوفل، انما هي شكلها كيوبيكال ان شيب. ال8 عظمات مترتبين في صفين اتنين. الصف الاول هو البروكسيمال رو، والصف الثاني هو الديستال رو. البروكسيمال رو عبارة عن كان 4 عظمات. الترتيب الاتجاه عندي ده اللاترال دايركشن وده الميديال دايركشن. فروم زي لاترال سايد اول واحدة بيكون اسمها سكافويد، بعدها ليونيت، بعدها تريكوترام او تريكوترال بون، ثم البيزي فورم. ده مستوى الصف الاول، عظام الصف الاول من منطقة الكاربس اللي هي المنطقة الاولى القريبة من الهاند. الصف الثاني الديستال رو اوف ذا كاربس عباره عن 4 عظمات ايضا من نوعيه الشورت بون، هناخدهم من اللاترال لميديال. اول واحده كان اسمها ترابيزيوم، تاني واحده هي اسمها ترابيزويد، والثالثه اسمها كابيتيت، والرابعه اسمها هاميت. يبقى ده عندي ادي 8 عظمات المترتبين في صفين. كان في حاجة لطيفة قوي بنقولها زمان من 35 سنة لما كنا طلبة، كانت اللعبة ظريفة تفكرنا بأسماء عظام الكربل بون. وعلى مدار السنين الطويلة اللي فاتت كنا بندرسها بهذا الشكل. بنقول الصف الأول لو خدنا أول حرف من اسم كل عظمة وعملناه في جملة هتعمل جملة لطيفة قوي. نقول ان سكافويد يعني اس سي، تقول سوسو، ال ليونيت لازم، تي تريكوترم تلعب، بي بلي، تي اللي هي الترابيزيوم، وبعدها تي التانية دي تخسر، التي اللي بعدها ترابيزويد تكسب، السي اللي هي الكابيتيت كله، الاتش اللي هي الهاميت هزار. يبقى نقول ايه؟ سوسو لازم تلعب بلي تكسب تخسر كله هزار. دي كانت اسماء الكاربال بونز فروم لاترال تو ميديال اند فروم بروكسيمال تو ديستال. المستوى الثاني، عظام المستوى الثاني اللي بتشكل البالم اسمها منطقة الميتا كاربس. والميتا كاربس عظام اللي بتكونها عبارة عن 5 عظمات من نوعية اللونج شورت بون. اتجاه العد بيكون من لاترال لميديال. فالفيرست ميتا كاربل هي اللاترال ميتا كاربل اللي بتاعت الصبع الكبير، والفيفث ميتا كاربل هي الميديال ميتاكاربل بتاعت الصابع الصغير. اتجاه العد بالنسبة للميتاكاربل بونز
في منطقة الهاند هو من لاترال تو ميديال، والعكس صحيح في منطقة الميتا تارسس اللي ما فيه الفوت. المستوى الثالث من عظام الهاند اسمه الفلانجيز. فلانجيس يعني ايه بالعربي؟ يعني السلميات. ايه السلميات ديت؟ احنا اتفقنا ان اسماء عظام، اسماء صوابع اليد اسمها فينجرز. الفينجر الواحد بيتكون من فينجر، ده لحم على العظم على كله، ف لحم الفينجر على عظم الفينجر بيتكون من اجزاء، كل جزء اسمه ديجيت. عظم الديجيت اسمه فالانجس وجمعها فالانجيس. بالنسبه للصبع الكبير اللي اسمه الصمب او البوليكس، فهنجد عندي اتنين فالانجيس، واحده بروكسيمال والاخرى ديستال، بينما في كل اصبع من الاصابع الميديا للاربعه هنجد بكل اصبع تجد ثلاثه فالانجيس، واحده بروكسيمال، واحده ديستال، واحده ميدل، والاخيره هي ديستال. احب اكد اقول ان الصابع الواحد اسمه فينجر، وجزء الصابع اسمه ديجيت، وعظم الديجيت هو الفالنجيز.